مرحبا بكم من جديد في حلقة اليوم من ثنايا الخبر. تحدثنا في المحور الأول عن تقرير التحالف الدولي الذي كشف فيه عن مقتل مئات من المدنيين خلال الحرب على تنظيم الدولة، وفي المحور الثاني سوف نناقش الأوضاع الإنسانية السيئة للمدنيين في مخيمات النزوح مع بدء موسم الأمطار. لكن قبل ذلك دعونا نتابع أبرز وآخر التطورات لهذا اليوم. مصادر طبية خاصة تؤكد مقتل نحو 10 أشخاص بالغارة الجوية الروسية التي ضربت سوقا شعبية في بلدة بليون في ريف إدلب الجنوبي. مقتل عنصر من مخابرات النظام وإصابة آخر إثر تعرض حاجز مشترك لأمن النظام والفيلق الخامس لإطلاق نار من قبل مجهولين جنوب غرب السويداء. اتحاد صحفيين سوريين التابع للنظام يعلن عن مشاركة رئيس الاتحاد موسى عبد النور في اجتماعات الأمانة العامة التابعة لاتحاد الصحفيين العرب في الرياض. قائد الجيش البريطاني نيك كارتر يصف سوريا بأنها صندوق قابل للانفجار بسبب تعدد المجموعات المسلحة التي تقاتل فيها. التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة يعترف بقتله لمئات المدنيين في سوريا والعراق عن غير قصد منذ عام 2014، وذلك من خلال شن مقاتلاتها لآلاف الغارات الجوية. القوات الفرنسية المتمركزة في مناطق شرقي سوريا تجري تدريبات عسكرية جديدة لعناصر قوات سوريا الديمقراطية على استخدام سلاح المدفعية. مرحبا بكم من جديد إلى ثنايا الخبر والمحور الثاني الذي نناقش فيه الأوضاع الإنسانية السيئة للمدنيين في مخيمات النزوح مع بدء موسم الأمطار. مع بدء موسم هطول الأمطار تبدأ معاناة النازحين في مخيمات الشمال السوري، حيث تغمر المياه خيامهم ما يدفع المئات منهم للبحث عن بدائل وسط غياب الحلول من قبل المنظمات الإغاثية. ربما بات هذا المشهد مألوفا لدى الكثيرين مع شتاء كل عام، لكن المعاناة تقتصر على قاطني هذه المخيمات. موجة أمطار جديدة تعرضت لها مناطق إدلب وريفها سببت أضرارا بالغة في خيام النازحين، وحولت أرض المخيمات إلى برك طينية وسط عجز النازحين عن مواجهة ما حل بخيامهم. اليوم هالمطر أغراضنا زتيناها برا، أطفالنا برا، يعني كل شيء حتى الغذاء ناكله برا زتيناه بالليل بهالمطر. الوان حدا جاي حاطنا بحصات بابو غليل نمشي مثل الخلق، ما حدا حق علينا ولا عسائل عندنا بالمره. كثيره هي المناشدات التي وجهها النازحون الى المعنيين قبل دخول شتاء هذا العام، كانت ابرز مطالبهم تعبيد طرقات المخيمات وتأمين مستلزمات الشتاء من خيام جديدة وعوازل ومدافئ ووقود، لكن قلة الاستجابة واقتصارها على مخيمات دون أخرى فاقمت من معاناة النازحين في مخيمات أجبرهم القصف على النزوح إليها. عندنا أطفال، عندنا نساء حوامل، عندنا معاقين. اليوم إذا بده يطلع المعاق يروح البيت المية أجلك الله ما يحسن يصل بالأمر السهل. وناشدنا المنظمات بالأمر هذا حاسبين حساب للشتل مثل هذا الأمر، لله الأمر ما حد استجاب لحد الطرقات مي مفروشة، المعاق وين بدي يروح؟ فصل الشتاء الذي يعرف بموسم الأمطار والخيرات أصبح اليوم كابوسا على النازحين في المخيمات الذين تجاوزت أعدادهم عتبة المليون نازح، يتوزعون على قرابة 1200 مخيم في ريف إدلب يشتركون جميعا في ذات المعاناة. اجى الشتي واجى الطوف واجى البرد، عنا اطفال، عنا نساء، عنا عجزه، البسه شتويه ما في، تدفئه صفر معدومه، غلاء اسعار مو طبيعي، الحطب ما بقى نحسن نشتريه، المازوت، كل انواع التدفئه يعني ما أنا متوفره نهائيا بالمخيم. غرق المخيمات بامطار الشتاء وتلف متاع النازحين، الم يتكرر مع شتاء كل عام،
ويتسع مداه مع استمرار موجات النزوح جراء القصف المتواصل على قرى وبلدات ريف إدلب من داخل أحد مخيمات النزوح في بلدة كلب ريف إدلب الشمالي. منصور صبرا، حلب اليوم. أناقش هذا المحور مع منصور صبرا مراسلنا من ريف إدلب والأستاذ فؤاد السيد عيسى عضو منظمة بنفسج من مرسين. أهلا وسهلا بكم ضيوفي. منصور، ما هي أبرز الجوانب التي يعاني منها اللاجئون في مخيمات ريف إدلب؟ نعم بشر، حقيقة بشر هناك العديد من النواقص والاحتياجات التي بحاجة إليها النازحون في المخيمات. لعل يتصدر قائمة هذه الاحتياجات هي الطرقات وأرضية المخيمات. بشر، هناك معظم المخيمات تم بناؤها على أراضي زراعية، لم يكن هناك استجابة من قبل المعنيين وأيضا من قبل المنظمات بفرش هذه الطرقات أو تعبيدها، وهو ما يجعل هذه الأراضي تتحول إلى مستنقعات وبرق طينية مع أول موجة أمطار تحصل على هذه المخيمات. أيضا هناك كانوا حاجة كبيرة لأيضا استبدال الخيم، باعتبار أن الخيمة غالبا لا تصلح للاستخدام لأكثر من عام. هناك خيم مضى على استخدامها 3 أعوام وربما 4 أعوام، وبالتالي أصبحت غير قادرة على مقاومة البرد وأيضا أمطار الشتاء. أيضا هناك نقص كبير في العوازل، وهي التي توضع فوق الخيام لعزلها عن الأمطار وحمايتها من تسلل المياه إلى داخلها. معظم الخيام، خيام النازحين، لا تملك هذه العوازل. أيضا هناك نقص في التدفئة، في أيضا مدافئ الوقود كذلك غير متوفرة لدى الكثيرين من النازحين، خاصة مع ارتفاع أسعار الوقود في عموم محافظة إدلب. أيضا بشر، كانت هناك مطالب للنازحين بأن تكون هناك سواتر ترابية تحيط بالمخيمات. هذه السواتر يمكن أن تمنع انجراف المياه إلى داخل المخيمات، إضافة إلى إقامة صرف صحي وشبكات لتصريف مياه الأمطار، خاصة عندما تكون هناك هطولات مطرية كبيرة، حينها تتحول المخيمات إلى برك ومستقرات ويصعب تصريف. منصور، لمن يوجه النازحين أو أهالي المخيمات مطالبهم؟ نعم بشر، بالطبع بشر، يتم توجيه هذه المطالب للمعنيين، سواء للمنظمات الإغاثية العاملة أو سواء أيضا للإدارة التي باتت مسؤولة حاليا. هناك إدارة الإغاثة هنا في إدلب، إضافة إلى الحكومة الإنقاذ المتواجدة والتي تمارس عملها ومهامها في محافظة إدلب. نعم فؤاد السيد عيسى، أهلا وسهلا بك مجددا. يعني هذا المشهد الذي رأيناه في تقرير مراسلنا والذي نراه بشكل مستمر هو مشهد أصبح متكرر واعتيادي للأسف. ألم تكفي الأعوام السابقة أستاذ فؤاد لتجهيز مخيمات مناسبة للاجئين؟ نعم، بداية تحية طيبة لكم وللسادة المشاهدين. تحية لك. يعني كما ذكرتم، نحن اعتدنا هنا من أماكننا هذه المشاهد، مشاهد الخوف ونقص الفقر ومشاهد الأمطار والثلوج على الأهالي، ولكن الألم لا يمكن اعتياده بالنسبة للأهالي مهما طالت هذه المدة. ومع الأسف يعني نحاول في كل سنة وبداية كل سنة كمنظمات إنسانية وجهات فاعلة في المجال الإنساني تفعيل دورنا أكثر في التواصل مع المنظمات العالمية والمانحين، يعني حثهم على تحمل المسؤوليات وفق الالتزامات التي وقعت عليها هؤلاء الجهات. ونجد أن كل شتاء يكون أقسى من الشتاء السابق، خصوصا في هذا الشتاء الذي نتكلم فيه عن أكثر من 70,000 نازح وصلوا حديثا خلال الأشهر الأخيرة. هؤلاء العوائل يعني في الغالب لا يملكون خيام، أو حتى يملكون خيام من النوع الخفيف جدا الذي لا يطابق معايير الأمم المتحدة للمخيمات والخيام، ولا يمكن أن يتحمل حتى يعني أمطار متوسطة. لذا نحن أمام كارثة كبرى تحتاج تضافر للجهود من كل المعنيين، سواء الجهات الإنسانية أو يعني المسؤولين عن هذه المخيمات والحكومات الموجودة، التي يجب أن تعمل بكل طاقتها لتأمين. ما سبب تكرر هذه المأساة أستاذ فؤاد، يعني وهذا المشهد الذي تحدثت أنه مشهد مأساوي، ما سبب تكرره في كل عام؟ ألا يوجد تجهيزات كافية من قبل المنظمات على سبيل المثال؟ نعم، السبب الأول يعود لسياسة القصف والتهجير التي يتخذها النظام ضد الأهالي. نحن نتحدث عن مخيمات سابقة، الأصل أن يكون الحل هو العودة
إلى الأماكن الآمنة أو يعني إعادة تأهيل بيوت الأهالي العودة إلى مناطقهم، بينما في بداية كل شتاء يكون هناك حملات جديدة لتهجير الآلاف من الأهالي بشكل جديد. هذا يعني السبب الأول لتفاقم هذه الأزمة. السبب الثاني هو عدم التزام المانحين بمسؤولياتهم والمجتمع الدولي في خطة الـ HRB أو الاستجابة الإنسانية في الأمم المتحدة. هذه السنة لم يلتزم إلا 52% من المانحين بالتزاماتهم، وهذا يعني يمثل كارثة كبرى، حيث تمثل هذه الالتزامات فقط الاحتياجات الأولية والأساسية للأهالي. لذا نحن نتحدث عن فقط كثير في التمويل، وهو ما يؤدي إلى يعني هذه الحاجة الكبرى. أيضا نحن أمام سبب ثالث، وهو البيروقراطية في عمل بعض الجهات العالمية والمنظمات الإنسانية والأمم المتحدة التي تؤخر الاستجابة لما بعد الأشهر الأولى من الشتاء، يعني بعد أن يتم هطول الأمطار وتصبح هذه الكوارث تبدأ المنظمات الدولية بتقديم المعونات أو الاستجابة. وهذه كارثة كبرى يجب أن تحل، ننبه عليها في كل سنة. مع الأسف كثير من المساعدات تصل في نهاية الشتاء، المساعدات الشتوية كالبطانيات ومواد التدفئة وغيره. منصور صبرا، بالعودة إليك، كيف يتعامل الأهالي مع هذه الظروف الصعبة التي يعيشوها ضمن فصل الشتاء وهطول الأمطار في المخيمات؟ نعم بشر، حقيقة هناك محاولات من الأهالي للبحث عن منازل ربما أو بعض الأبنية التي تكون غير مكتملة وربما يكون الجلوس فيها مجانا، لكن مع الأسف هناك قلة كبيرة بأعداد الأبنية الغير مسكونة، لذلك يسعى النازحون إلى مخاطبة المجالس المحلية وإلى منصور يقومون بالإقامة بها يعني على وجه مؤقت أم بشكل مستمر ودائم بهذه الأبنية التي تحدثت عنها؟ نعم بشر، غالبا بشر تكون هي بشكل مؤقت، يعني ليس ما ينتهي فصل الشتاء، لكن مع ازدياد موجات النزوح باتت حتى هذه الأبنية الغير مكتملة باتت للأسف أيضا غير متوفرة. وأيضا هناك كذلك المنازل التي لو تمكن مثلا أحد النازحين من إيجار هذه المنازل، حتى منازل نعم. الإيجار لم يعد متواجد بسبب منصور وصلت الفكرة. نعم منصور شكرا لك، وصلت الفكرة. بعد الفاصل كيف تبدو أوضاع نازحين في مخيمات ريف حلب؟ نعم أشكرك منصور، لن تكون معنا في القسم الثاني من هذه الحلقة، وكما تحدثنا بعد الفاصل سوف نتحدث عن أوضاع النازحين في مخيمات ريف حلب. الله الله شباب، ليه حاطين الكرسي عكس السيستم؟ هلا صار على السيستم. اذا كنت متابع للقوانين والقرارات والاخبار الجديده في تركيا فانت ماشي صح على السيستم. كل القرارات والاخبار والخدمات اللي بتهمكم في تركيا راح اخبركم فيها اول بالاول. تابعوني في برنامج سيستم على قناه حلب اليوم الفضائيه وعلى منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي. A
أهلا بكم من جديد في ثنايا الخبر، نناقش في هذا الجزء من الحلقة الأوضاع الإنسانية السيئة للمدنيين في مخيمات نزوح مع بدء موسم الأمطار، لكن هذه المرة من ريف حلب. مخيم شاكر في ريف حلب الشمالي واحد من عشرات المخيمات التي تعيش المعاناة في فصل الشتاء، حيث تسببت موجة الأمطار بغرق خيام النازحين وحولت مخيماتهم إلى برك طينية. نتابع التقرير التالي. بخطى أثقلها الطين ومياه الأمطار يتنقل هؤلاء الأطفال بين خيامهم. إنها أول أيام الشتاء التي يشهدها مخيم شاكر العشوائي بفصله الجديد. قيام هذه المرأة بفتح قناة صغيرة لتصريف مياه الأمطار عن خيمتها يعكس قساوة ما يعيشه الأهالي في المخيم الواقع على أطراف مدينة عزاز. خيام تعبانة، تدفئة مابو، مدرسة مابو، الله يساعدنا وطالبين المساعدة منكم، وكل إنسان الله يعني شريد أقول لك حالة تعبانة وبهالوحة العايشين، الله يساعدنا. لا يجد الأهالي هنا سبيلا للتدفئة إلا حرق بعض الأغصان التي جمعوها من هنا وهناك، فالمنظمات وفقا لسكان المخيم لم تقدم لهم ما يلزمهم من فحم وأغطية. أما من يمتلك خيمة فقد يعتبر أكثر حظا ممن التحق بالمخيم مؤخرا، وليس لديه من مأوى لأولاده إلا غطاء سقف فيه آليته ليجعل منها بيتا صغيرا يحميهم من الأمطار. نحتاج خيم، ما عدنا خيمة وما عدنا لا تدفئة ولباس، ما عدنا يعني مثل ما انت شايف ما طلعنا غير بلباسنا ايوه هذا لابسين سفنجات، عندي هاي سفنجة وهاي سفنجة بس. ما يقارب 150 عائلة يسكنون هذا المخيم قادمين من منطقة أبو الظهور وما حولها. تتقاسم تلك العوائل دفع مبلغ 800 ألف ليرة سنويا لصاحب الأرض التي يقيمون عليها، رغم فقر حالهم الذي يشبه حال عشرات المخيمات في مناطق الشمال السوري. سينضم إلينا إلى هذه الحلقة مراسل حلب اليوم من الشمال السوري بدر كجك، وسيكون معنا الأستاذ فؤاد السيد عيسى عضو منظمة بنفسج من مرسين. بدر، أبدأ معك، بماذا تختلف مخيمات إدلب عن مخيمات ريف حلب؟ نعم بشر، بالحقيقة لا تختلف كثيرا مخيمات ريف حلب الشمالي والشرقي عن مخيمات إدلب، خصوصا أن فصل الشتاء قد دخل في الأسبوع الأول له وكانت الأمطار غزيرة جدا على المنطقة بشكل عام في ريف حلب الشمالي والشرقي وإدلب. المخيمات هنا في ريف حلب الشمالي والشرقي تعاني ما تعانيه المخيمات في إدلب من قساوة برد الشتاء، فضلا عن الطرق التي ممكن أن تنقطع بشكل كامل عن هذه المخيمات التي تربطها بالمدن قصد هذه المدن للعيش أو كان كسب الرزق من قبل العمال والذين يعملون في المجالات في مدينة جرابلس أو عزاز أو الباب أو باقي المناطق في ريف حلب الشمالي والشرقي. حالة المخيمات حالة مأساوية بحسب ما وصف الأهالي، الطين الآن بالمخيمات يستطيعون الأهالي الحركة المعتادة إن كان للآليات أو إن كان للأشخاص نفسهم يتنقلون بين الخيام عن طريق لباس كامل من النايلون لعدم توفر الطرق التي كانوا يناشدون المنظمات منذ سنوات سابقة بتوفيرها لهم عن طريق فرش الطرقات في البحص أو تزفيتها حتى لمنع الطين من إيقاف هذه الطرقات أو قطعها بشكل كامل. أيضا هناك خيام مهترئة بشكل كلي يقطنها الأهالي الآن، الأمطار كانت قد خرقت هذه الخيام وعبرت من قلب هذه الخيام، الأهالي يحاولون شتى الوسائل أن يبعدوا هذا الخطر، خطر فصل الشتاء عن خيامهم وعن أطفالهم. أيضا بالنسبة للتدفئة وللمحروقات، الأهالي لم يقدم لهم إلى هذه اللحظة أي شيء مع دخول فصل الشتاء بالنسبة للمحروقات وبالنسبة للتدفئة، يتأملون من الجهات المعنية إن كان منظمات إنسانية أو مجالس محلية من توفير الدعم لهم، إن كان من محروقات أو حتى مدافئ تعمل على الكاز، مدافئ بدائية جدا يتمنى الأهالي أن تتوفر هذه المتطلبات. أيضا هناك مطالب من الأهالي بتوفير خيام جديدة عوضا عن الخيام التي قد كانت مزقت من بسبب الرياح التي
تعرضت لها منذ سنوات سابقة، مطالبين أيضا بتعبيد الطرقات وتوفير ما تطلبه الحياة، إن كان في المخيمات أو الطرق أو باقي نعم المناطق بشكل عام في ريف حلب الشمالي والشرقي. نعم بشر، نعم أستاذ فؤاد السيد، ما هو دور الحكومة المؤقتة حيال هذه المخيمات وحيال الأوضاع الإنسانية السيئة التي شاهدناها في تقاريرنا عن هذه المخيمات؟ نعم بالطبع، هو يعني هذه المسؤولية على عاتقنا جميعا ككل الجهات التي يعني تعمل بالشأن العام السوري وتسمي نفسها سواء كانت حكومات أو جهات إنسانية أو غيرهم. بالطبع هناك مسؤولية كبيرة على كل من حكومة الإنقاذ والحكومة المؤقتة والائتلاف الوطني وكل الجهات المعارضة التي يعني تمثل الشعب السوري في مختلف الأنحاء، وهذا يعني يتطلب منا جميعا أن نبذل الجهود الكبيرة للتواصل مع الجهات الدولية ويعني زيادة المناصرة لأجل هذه القضية، قضية النازحين وبرد الشتاء القارس الذي يمر علينا كل سنة. ويعني نجد مع الأسف أن هناك من بعض الجهات تقصير كبير في التواصل ويعني إيصال الصورة الصحيحة والعمل بشكل جاد لتأمين الاحتياجات للأهالي، خصوصا مع هذا الشتاء الذي يعني واجه فيه الأهالي في المناطق المحررة عموما نقص في الوقود بكل أشكاله، حتى المقتدرين لا يستطيعون تأمين الوقود لانقطاعه، وكذلك لغلاء الأسعار يعتمد الأهالي على يعني المواد البلاستيكية، الأحذية والألبسة القديمة، وكذلك على قشر يعني الفستق وقشر المواد الغذائية الأخرى لحرقها والتدفئة عليها. طيب أستاذ فؤاد، هل يوجد تنسيق بينكم أنتم كمنظمات عاملة في المجال الإنساني في الشأن السوري؟ هل يوجد تنسيق؟ هل يوجد خلية أزمة دعنا نقول لتلافي التقصير الحاصل في هذا الملف؟ نعم بالطبع، هناك مجموعة من جهات التنسيق التي نعمل ضمنها كمنظمات إنسانية يعني محاولة الاستجابة لهذه الكارثة، تبدأ بمنصة الأمم المتحدة لتنسيق شؤون المخيمات، والتي تعتبر الجهة الأولى المسؤولة عن تنسيق هذه الاستجابة للمخيمات، وتضم جميع أو غالب المنظمات السورية والدولية التي تعمل في هذا المجال، تقوم بتنسيق الأعمال وتفادي التكرار في توزيع المواد أو الاستجابة، وكذلك محاولة مناصرة هذه القضية للمانحين الدوليين والإضاءة على أهمية هذه الاحتياجات. أيضا نحن نقوم من خلال المنصات المحلية السورية، تجمعات المنظمات بالتنسيق بشكل دائم لمحاولة فتح استجابات جديدة والتواصل مع دول ومانحين جدد لتأمين هذه الاستجابة، وكذلك فرقنا على الأرض يعني تقوم بالتنسيق فيما بينها مع مجموعة من المنظمات لتنسيق الاستجابة على الأرض في يعني الوقت المناسب لمحاولة تفادي يعني الأزمات هذه، وأيضا بتدخل العاجل الذي تقوم به الفرق المتطوعة على الأرض لإنقاذ الناس ومحاولة يعني تأمينها، إنقاذ أرواحها من الغرق، وكذلك نقل الممتلكات والاحتياجات الأساسية للأهالي أثناء الفيضانات أو الأمطار الغزيرة. ويعني نحن نحاول في هذه الأثناء أيضا تجهيز مراكز إيواء مؤقتة لتكون جاهزة لاستقبال الأهالي في حال الغرق لهذه المخيمات لعدة أيام كما تعلمون، فيحتاج الأهالي للجلوس في أماكن مؤقتة ريثما تجف هذه الخيم والممتلكات، لذا يعني الموضوع هام جدا. كذلك فرق الإنقاذ التي نحاول ويعني تحاول فرق الدفاع المدني مشكورة بشكل أساسي تفعيل دور المتطوعين في هذه المناطق لنقل الأهالي سواء كانوا يعني الجرحى أو المعاقين أو نعم. المصابين. نعم شكرا لك أستاذ فؤاد السيد عيسى، شكرا لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة لحلقة اليوم من ثنايا الخبر. تحدثنا في المحور الأول عن تقرير التحالف الدولي الذي كشف فيه عن مقتل المئات من المدنيين خلال الحرب على تنظيم الدولة، وفي المحور الثاني ناقشنا الأوضاع الإنسانية السيئة للمدنيين في مخيمات النزوح مع بدء موسم الأمطار. أشكر ضيوفي الأكارم، أشكر ضيفي الأستاذ فؤاد السيد عيسى عضو منظمة بنفسج من مرسين، ومنصور صبرا مراسلنا من حلب
في ريف إدلب، ومراسلنا بدر كجك مراسل حلب اليوم من الشمال السوري. أشكر ضيوفي أيضا في الجزء الأول المحامي بسام العيسمي حقوقي وسياسي سوري من فيينا، والدكتور يوسف الحاج يوسف محلل سياسي من لندن. شكرا لكم مشاهدينا على طيب المتابعة، ولمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني حلب today tv.net. إلى اللقاء.